وبيومك أيها الطالب، في درس الثالث والعشرون نتحدث عن موضوع يا ليلا بكلستان. هذا هو ليل كلستان، يلا نعرف معا ماذا في داخل هذا الموضوع. يا ليلا بكلستان أقفله البكاء، تهب روائح اللوز، شتاء يموت في أصقاع كردستان، ممتزجا بدم الأطفال بين كرمها، بعض شظايا أصبحت لعبا، يظل مثل بحر كردستان يا نمان، مثل ريح كردستان يا نمان. أيها الطالب انتبه وانظر بشكل جيد إلى الصورة لكي تفهم بشكل جيد. يظل أعشاشا لأسراب الطيور، أغصانا لورود ستزرع في شقوق الأرض، رواها دم الشهداء، كردستان يا نمان، حلمت ظفيرة سوداء، صارت حبل مقصلتي، حلمت بطفلتي قتلت أصابعها الصغيرة، أصبحت كتلا من الأشجار والديناميت، عيناها تفيضان بنادقا لسواعد الثوار، يا وطنا على شرفاتي يشهد قتل كردستان، يا ليلا بكردستان أقفله البكاء، متى ستفتح قفلك لأفراح القادمة؟ فلا تبكي، من ديوان شاعر الشهيد رياض بكري. حياة الشاعر، هذا هو رياض بكري. رياض بكري ولد في سنة 1950 الميلادي وتوفي سنة 1987 الميلادي. ولد في 27 من شهر الثالث عام 1950 في مدينة الحلة. شاعر مبدع، من أبرز مؤلفاته ديوانه تمرد على ضوء الفانوس، وهو شاعر ناضل من أجل العراق وقضية الكردية. خلاصة الموضوع عن ماذا تحدثنا؟ تحدثنا عن ما هو عنوان الموضوع، يا ليلا بكردستان أقفله البكاء. ما هو فعل الناقص في القصيدة يدل على الاستمرار؟ يا طلابي، نحن تحدثنا عن الأفعال الناقصة. نعم يلا جيد. يظل مثل بحر، نعم فعل ناقص ظل. ما هو معنى المناسب لكلمة حلم؟ رأى في نومه. ما هو اسم الشاعر؟ سهل جدا، نعم رياض بكري. شكرا لاستماعك.